فاطمة قل لي شنو اللي مقلقك توا بالحق؟ عندي كرشي مقلقتني نفسيا بزاف بزاف. في الكونسلتاسيون هي اكدت لي اهم حاجه بالنسبه لها هي هو الكرش اللي كانت مقلقتها برشا. عندي وجهي نحس بيها تعب بزاف فاتيغي. صرت هو اللي حاس لي فما بتي شانجمون نيفو دو فيزاج ولا فما لي سين دو فيسمون ولا ظاهرين اكثر من اللازم. جست باش نعملوا ليكزامان نشوفوا شنو عندك بالضبط ومن بعد نخمموا شنو نجموا نعملوا مع بعض. تذكروا أفكاري ما خربتها هكذا ما على باليش كيفاه وشغل نتمنى ماشي نتصور نتمنى انه النتيجة في النهاية تكون مليحة ان شاء الله. ما صورتش اكون في البلوك بدون ما نشوف غلاس ابني ولا حتى اني نكلمه اليوم. خافت الحق خافت شبعت بكاء المغل تحيتي على زيرو.